صباحنا غير، وآخر فقرة هي الفقرة خاصة بالثقافة والأدب. أكيد زينب، ورح نتعرف عليها مع ابن سوريا يلي أثبت أنه هو قدر المسؤولية والثقافة والإبداع والطموح والنجاح، فامتزج كل حرف من كتاباته الروائية بحس عالي من الموهبة والشفافية بأسلوب تحرر من كافة القوالب والشكليات لتكون كتاباته وأشعاره مقطوعة جميلة بتعيدنا للزمن الأصيل. رواياته هي ملحمة أدبية بيرسمها بقلمه وبيخوض غمارها بكل تفصيل من تفاصيلها. عادل شريفي شاعر وروائي، عكست كتاباته حالات ذاتية اجتماعية وحملت صورة الواقع وما يدور فيه من تناقضات عديدة على مختلف الاتجاهات الحياتية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا شكراً فيك، شكراً على هالتقديم الحلو. أهلا وسهلا فيك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، شكراً. بالبداية خلينا نتعرف مع حضرتك على الروايات يلي بتخصك، يلي هن تحت عنوان هكذا تكلمت ناهد، والثانية تحت عنوان اللعب مع السلطان. خلينا نحكي عن هالروايتين. هلا بعد ما بال 2012 صدرت لي أول رواية اللي هي حب في زمن الثورة، واللي صارت الحمد لله غنية عن التعريف وانشهرت بكل أرجاء الوطن العربي. حتى هذه السنة صدر لي رواية عن دار الغد العربي في بيروت اسمها هكذا تكلمت ناهد. رواية شوي قد تكون غريبة عن يعني المألوف بموضوع الروايات العربية، شيء يعني تخطى الحدود اللي نحن بنتقولب فيها بشكل دائم تحت عناوين العيب وال يعني الشغلات اللي بنرسمها لحالنا، قيود المجتمع، القيود المجتمعية والقيود الرقابية والهذا، يعني هي شيء بتشبه الأدب العالمي، لكن هذا النوع من الأدب بالأدب العالمي قد يطرح مواضيع هي غريبة عن مجتمعنا. لا، هذه الرواية عم تطرح مواضيع تماما من صلب معاناتنا نحن كعرب في مجتمعاتنا، هالنفاق اللي بيكون بيغلف أغلب علاقاتنا بين بعضنا، بين الذكر والأنثى بشكل يعني خاص. بتطرح مشاكل سبع شخصيات من سبع دول عربية، من العراق وحتى المغرب العربي، بالإضافة للحدث الرئيسي بالرواية اللي هو قصة علاقة ناهد بطلة الرواية مع الشخصيات السبعة هذول اللي مروا بحياتها. عم نضوي على كل بلد عربي مشاكله، شو عنده كان يعني نقص في الشخصية الداخلية اللي نحن عم نتربى على هذه العقد وعم تظهر معنا بشكل طبيعي بحياتنا من دون ما نحس، لأنه نحن من الصغر على العيب وعلى هذا عم نختزن ونكبت هذه المشاعر، وبالتالي بشكل طبيعي عم تظهر وقت عم نكبر وعم نعاني منها. فحبيت أنا ضوي هيك بكل صراحة وأريحية على هذه المواضيع، عسى أنه نقدر نشوف كل واحد فينا وين المشكلة عنده لحتى نقدر نعالجها. طبعا أنا ما بطرح علاج، لأنه هذه مو شغلتي أنا ككاتب، أنا بطرح المشكلة فقط، العلاج للاختصاصيين أكيد. تبعت الرمزية أيضا بالأسلوب برواياتك، فتخبرنا كمان عن الرسائل بكل رواية، شو حابب توصل رسائل، وهل الرواية ممكن أنه فعلا يوصل للعالمية أو يوصل رسالة عالمية من خلال واقع معين لدول معينة مثل ما قلت؟ هلا أنا بحاول ابتعد قدر الإمكان عن الرمزية، يعني أنا هذا الأسلوب تبعي هو بسيط ومباشر لكن متاح لكل الشرائح. طبعا متاح، وهذا الشيء اللي بيخلي شريحة الشباب عندي بتتابعني بشكل كتير، وحتى في شريحة أقل من الشباب. يعني أنا بنبسط أنه رفقات بناتي بالمدرسة بيقروا رواياتي وبيحكوني أنه عمو قرينا، طب شو فهمتي منا عمو؟ والله تقريبا فهمتها كلها. أنا يعني بدنا نشوف بالفترة الأخيرة بآخر 20 سنة الأدب بشكل عام توجه نحو الرمزية، نفر العالم منه لأنه صارتي عم تقري طلاسم بجوز ما يفهمها إلا اللي كاتبها، وبتدعي الناس كتير أنه أنا عم بفهم أو أنا يا لطيف أنه هون المقطع. أنا ماني ضد الرمزية، جميلة، لكن المغالات والإغراق، بتلاقي نص أحيانا حتى تقدري تفهميه بيوجعك راسك لحتى تقدري تفهمي أو تطلعي الخلاصة منه. أنا بحاول كون بعيد عن هذا الأسلوب، بحاول يعني ابني من البساطة أشياء كتير عظيمة. مع العلم بكل رواية إلي يوجد
هذه الألغاز الحلوة الجميلة اللي ما بيعرفها إلا أصحاب المتمكنين ثقافيا وفكريا، بيعرفوا أنه هذه محطوطة لأشخاص معينين. لكن هذا مو معناته أني أنا أغرق في الرمزية، لا بالعكس، أنا بحب البساطة وبعمل منها شغلات كتير مهمة وكبيرة. نعم أستاذ عادل، فينا اليوم نسمع شيء أو نتصبح بشيء لحضرتك؟ ينعشني ذكرك كالنسمة، إن هبت في عز الشوب، يأخذني في الزمن الصعب لبلاد تكفر بالحرب، تحتفل بعد معابدها بمواسم تعظيم الحب. نبراس حسنك أرشدني في عز ضلالي للدرب، قنديلا يتوهج نبلا يتراءى في ليل الكرب، يأخذني عبدا يأسرني وأنا مسكون بالطرب، طفلا يلهو بشواطئه ويلملم قضبان القصب. مدي من طيفك أشرعتي تنشلني من بحر لجبي، أدليني دلوا في الجب واشريني في قصص الرب. لم أطلب أشياء صعبة، لم أطلب أشياء صعبة، فأنا معقول في طلبي. كوني كعشاء سري من بعده أهلا بالصلب، كوني في السهرة أقداحي فقليلك كم ينعش قلبي. يعني الله على هالكلمات الحلوة. أستاذ عادل كمان خبرنا عن، هل متأثر بكتاب عالميين أو روائيين أو شعراء؟ هلا بالتأكيد، يعني النتاج الخاص لكل أديب هو عبارة عن شو قرأ، شو عاش، شو عاين خلال فترة حياته كلياتها. في النهاية بصير في له شخصيته الخاصة وبينتج نتاجه الخاص. من صغري أنا يعني كنت معروف بإني يعني بسموني دودة الكتب، فكنت أقرأ شغلات أكبر من عمري. يعني أنا بتذكر الموسيقي الأعمى قريتها كنت صف رابع، جوز ما فهمت تقريبا 70% منها، لكن حبيت أقرأها وتابعتها. الحرب والسلام والروايات الكبيرة هي كلها قريتها بسن مبكرة. معجب كتير بأسلوب إحسان عبد القدوس. كتار تأثرت فيهم يعني، والأهم الأهم الراحل الكبير نزار قباني اللي حببني بالشعر إذا بدك، وأنا كمان بسن مبكرة كتير. لازلت أذكر أنه قصيدة أيظنه كنت صف يمكن خامس أو سادس، وقت شرح لي إياها المرحوم البابا أنه كيف عم يصور هالمشاعر هاي، أنه أنا ما بدي أرجع له وخلص زعلته وخلصنا وبده ياني لعبة أنا شو بإيده كل يوم. بالأخير وقت شافته كيف ركضته وحضنته ورقصت معه، يعني كثير كانت جميلة وكثير حببتني وفتحت لي هذا العالم أمامي. نعم أستاذ عادل، يمكن طبعا حضرتك لك ديوان شعري بعنوان مزمار الهوى. هي يمكن تجربة مثل ما يعني بناء على حديثك يمكن تجربة حلوة، حطيت شيء بقلبك وبذاكرتك من ضمن هي الكتابات، قديش بتحسها كمان انه قريبة من قلبك؟ هلا انا لي ثلاث مجموعات شعرية. مزمار الهوى احدى الدواوين اللي هي من ضمنها ثلاث مجموعات. في ردة باتجاه الشعر كثير ملحوظة، واذا يعني نحن بنشوف انه هالجيل الشاب اللي ابتعد عن هالفن الأدبي الجميل بالسنوات الأخيرة هلأ عم بيرجع وبشكل كبير عم بيخوض هالتجربة، سواء كان على الصعيد الاحترافي أو على صعيد الهوايات. عم نشوف الكل عم يحب يقرأ ويتابع وحتى يكتب شعر، وهذه حالة صحية تنتج فيما بعد إبداع أكيد. يعني في ناس بدها تبدع بهذا المجال وتولد جيل من الشعراء إن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية إن شاء الله. خبرنا عن مشاركاتك أيضا بالمؤتمرات ببيروت، يعني كمان كان عندك أكثر من لقاء مع عدة شعراء وكتاب ومثقفين، فخبرنا عن هاي التجربة كمان. نحن بالفترة الأخيرة تقريبا بالعام الماضي كان في عنا حركة أسسناها نحن كمفكرين وأدباء و مشتغلين بالحقل الفكري
العرب اسمها حركة التقدميين العرب، كان العراب تبع الله يرحمه الشهيد ناهض حتار. فعملنا أكثر من اجتماع قبل ما يستشهد لحتى نقول لا لهذا اللي عم يحصل، هالحرب اللي عم تصير ضمن بلادنا العربية تحت مسميات عديدة، ربيع وخريف وشغلات ما أنزل الله بها من سلطان. خلينا نرجع لطبيعتنا نحن كبشر، نرجع نعطي المفكر دوره ومكانه اللي هو بالأساس لازم يكون فيه. يعني هذه المسؤولية كبيرة على المثقف العربي، والدور المناط فيه معطل مع الأسف، معطل لأنه وقت بيطلع السلاح وقت بيطلع الرصاص كل الأصوات بتسكت مع الأسف. فنحن حاولنا أنه نعمل شيء، مع الأسف بعد اغتياله رحمة الله عليه خف النشاط شوي، لكن نحن عم نرجع يعني نجمع طاقات كتير هائلة. وكان في شخصيات جدا جدا يعني في حال درنا نعمل شيء حيكون في إلهم دور فاعل وكبير. إن شاء الله قريبا رح يكون في إلنا اجتماع جديد ونرجع نتابع إن شاء الله. أكيد أكيد. بدي أقول لك إذا بنختم بشيء بسيط من قصيدة لنختم بقى القرى كلها. تعالي تعالي نراهق ثانية ونؤجج الأشواق في القلوب الحانية، نعيد إشعال المصابيح التي انطفأت من زيت لقيانا في البقية الباقية، نغني نرقص نجترح المعجزات ننتش الفرحة من صدور دامية. فأنا وأنت خلقنا للغرام، واسألي قلبي والعيون الجارية مرتين فقط، مرتين فقط فيها جننت، مرة حين ولدت بلا مشورة، وأنت أنت الثانية. كثير حلو، تسلم تمك. وأكيد نشكرك على هالصباح الجميل والكلمات الرائعة يلي يمكن أضافت لصباحنا مزيد من التألق. شكرا كثير لوجودك وشرفتنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله هيك بمزيد من النجاح ودواوين كتار، إن شاء الله هيك مستضيفك كمان بدواوين وروايات قادمة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. ومع الشعر والأدب يلي بقي بوصلة المبدع السوري بنختم